دكتور عادل عدوي، سيادة اللواء بكر الجندي، دكتور خيمي نضال، السادة الحضور، السلام عليكم. الجلسة دلوقتي هي عنوانها التقديرات المستقبلية للسكان والتنمية في عامي 2030-2050. من العنوان بنقول احنا هندرس مستقبل مصر في السكان في السنتين دول والاحتياجات المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. أنا عارفة أنها هتبقى شوية مملة لبعض الناس لأنها مليانة أرقام، لكن إن شاء الله هنحاول تبقى بسيطة. عايزة بس أدي نبذة صغيرة عن المنهجية. إحنا في الحقيقة استخدمنا هنا برنامج اسمه سبيكتروم. برنامج سبيكتروم ده بيتكون من 3 موديولز، كل موديول فيه إكويشنز معينة بتعمل علاقات بين السكان وبين قطاع التعليم، بين قطاع الصحة، بين الزراعة وبين الاقتصاد. الموديول ده بدأ اختباره في 1986 اللي عمله الفيوتشر جروب انترناشونال. وفي الحقيقة احنا يعني كانت مجموعة من كلية اقتصاد، كنت انا بشرف ان انا اكون واحدة منهم تحت قيادة دكتور حسين عبد العزيز، دكتورة زينب خيط. عملنا اختبار للإكويشنز والموديول وللإنبوت اللي المفروض تدخله علشان نضمن ان هو هيديني بيانات اكيوريت ومظبوطه. من خلال هذا الموديول في الحقيقه احنا استخدمناه في الادفوكاسي كامبين، وكان اول عرض كان على رئيس الجمهوريه في الوقت ده. كنا بنعمل ادفوكاسي لاهميه العلاقه بين السكان والتنميه في الوقت ده، وازاي الزياده السكانيه بتاثر على الوضع التنموي والاحتياجات المترتبه على هذه الزياده. اما انتهيناش بكده، احنا في الحقيقه لفينا محافظات مصر وعرضنا على المحافظين وقبلها عرضنا على الوزراء، وما كانتش مصر الوحيده هي اللي بتعمل ادفوكاسي كامبينز دي، لكن في الحقيقه كان معظم الدول الناميه في الوقت ده بدات تشتغل على سبيكتروم وتعمل هذه الدعوه لكسب التأييد نحو اهميه العلاقه بين السكان والتنميه. بعدها على طول بدا يظهر الكونسبت بتاع السكان والتنمية، واتعمل مؤتمر الاي سي بي دي سنة 94 وكان عنوانه السكان والتنمية. احنا حطينا سيناريوهات. السبيكترم مرن جدا، بيطلب مني فروض وبيطلب مني بيانات لسنة الاساس اللي هي السنة اللي انا ببدأ عندها التقديرات. طبعا لو انا غيرت الفروض الداتا كلها هتتغير، لو انا عندي بيانات بتتغير او مش اكيوريت هيطلع لي برضو بيانات مش اكيوريت. ففي الحقيقه دقه المعلومات اللي بتخرج من سبيكتروم بتعتمد على السيناريوهات والفروض اللي محطوطه، ودي بتبقى دور متخذي وصانعي القرار والمخططين، لان سبيكتروم في الحقيقه بالداتا اللي بيطلعها هو مهم جدا للمخططين، لانهم بيستفيدوا بالارقام دي في انهم يقدروا ايه هي الاحتياجات في كل قطاع لتلبية الزيادة السكانية. احنا اعتمدنا في مصادرنا في الحقيقة معظمها في سنة الاساس على الكتاب الاحصائي السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبيانات المسح الديموغرافي الصحي خاصة في بيانات الانجاب والتوزيع العمري للانجاب. والبيانات اللي ما كانتش متوفرة كنا بنعمل لها ريجريشن علشان نتنبأ بيها عشان نبدأ سنة أساسنا 2015 ببيانات إلى حد ما واقعية. علشان نحسب أعداد السكان خلال الفترة من 2015 ل 2050 إحنا افترضنا سيناريوهات، فروض لمعدلات الإنجاب، ده بيطلبها أساسي البسبيك. في الحقيقة إحنا افترضنا إن إحنا النهاردة 3.2 طفل لكل سيدة، وقلنا احنا هنثبت هذا الرقم الى 2050. ده اسوأ احتمال، ان مفيش اي مجهودات بتتعمل لخفض معدل انجاب. وطبعا انا عايز اقول هنا مش مجهودات تنظيم اسرة فقط، لكن حتى المجهودات التنمية، لان في علاقة متبادلة بين السكان والتنمية. التنمية بتأثر وبتتأثر، ونفس الكلام السكان. اذا لو انا افترضت ان ما عملتش اي مجهودات ولا اي برامج انا هفضل 3.2. طبعا في ناس قالوا مع ارتفاع معدل المواليد الرقم ده المفروض يكون زياده عن كده خالص، وماله لما تطلع بيانات حقيقيه احنا هنغير وهنطلع البيانات
الأكثر دقة والتي تتناسب مع ارتفاع معدلات الإنجاب. الفرض الثاني اللي احنا افترضناه ان انا هبدأ ب 3.2 هوصل في 2030 ل 2.7 وبعدين هنتهي في 2050 ل 2.3 طفل لكل سيدة، يعني 23 لكل 10 سيدة. دي الفروض اللي افترضناها. طبعا في فروض لازم ادخلها في توقع الحياة. اخذنا في الحقيقة تقديرات الجهاز المركزي اللي هي انتهت ل 2013 ومشينا بيها شوية علشان نوصل لتوقع الحياة في 2015 وقدرنا نطلع البيان دي. طبعا في فروض كتير قوي بقى زي الايج سبيسيفيك فيرتيليتي ريت اللي هو معدل انجاب التفصيلي، لازم اقول انا متوقع اكون ايه سنة 2030 و2050. احنا بدأنا نلعب في السيناريوهات ونطلع الداتا دي، لكن ده كله قابل للتغيير وقت وضع الخط. احنا قلنا ان احنا في 2015 التقديرات طلعت عندي 88 مليون نسمة، وطبعا الفروقات بسيطة قوي بين الفرد الاول والتاني لان لسه اثر انخفاض الانجاب لم يحدث، لكن هيبان قوي كل ما امشي خلال السنوات. يعني في 2030 هنلاقي في فرق 3 مليون بين الفرد الاول والفرد الثاني، في 2050 بدا يظهر فرق اكبر 19 مليون. حسبنا كمان عدد الاطفال، وطبعا انا التزمت هنا بالقانون الطفل فجبت اعداد السكان اقل من 18 سنه. ففي ظل الفرد الاول لقينا ان احنا متوقع يبقى في سنة 2015 عندي 35 مليون وما فيش فرق كبير بينها وبين الفرد الثاني. بس دايما لو عينينا على الفرد الثاني هنلاحظ انه دايما اقل الا في حالات معينة لما اوصلها هقول لكم ليه وبيبقى اعلى. في 2030 هنوصل ل 46 مليون في ظل الفرد الاول مقارنة ب 43 فقط في ظل الفرد الثاني، وفي 2050 هيبقى 60 مقارنة ب 45، يعني في فرق 14.5 طفل مليون طفل في السنة دي. طبعا مش عايزة اقول لكم ان ده بيترتب عليه احتياجات صحية، احتياجات في قطاع التعليم، وده طبعا بيترجم لفلوس. يعني انا كبلانر لازم اخد في اعتباري، لازم اخد الزيادة السكانية وايه الاحتياجات قصادها وايه الفلوس اللي هحتاجها علشان اوفر هذه الاحتياج. تعالوا نشوف السن بقى بتاع الشباب من 18 لأقل من 65 سنة. المقدر للسن ده عام 2015 يبقى 51 مليون. في سنة 2050 هيبقى 98 في الفرد الاول مقارنة ب 94 في الفرد الثاني، يعني في فرق حوالي 4 مليون نسمة. الفرق مش كبير قوي، لكن لو لاحظنا ان كل ما الانجاب يبقى مرتفع كل ما انا في حاجه اسمها البوبوليشن مومنتم او قوه الدفع الذاتي للسكان بتتحرك عبر الفئات العمريه، فدايما بلاقي سن الشباب كبير وبالتالي هينتج عنهم انجاب مرتفع، فنبدا تاني قاعده الهرم هنلاقي المواليد كتير وبالتالي بيحصل قوه دفع تاني وهكذا، بتفضل عمليه الزياده السكانيه مستمره الى ان يصل المجتمع الى وضع الثبات لما كل اب وام يجيبوا ما يحل محلهم اللي هو 2 طفل كل سيد. فئات كبار السن 15 مليون في 2050 لازم نراعي احتياجاتهم، ولازم يتم وضع السياسات من دلوقتي لتلبيه احتياجاتهم الاجتماعيه والصحيه. لو بدانا نتكلم على قطاع الصحه، في احتياجات مطلوبة لقطاع الصحة بيزد على الـ population projection اللي حصل. السبيكترم في الحقيقة بيديني متغيرات عديدة، بيديني بيسمح لي ان انا اطلع اطباء اسرة ممرضات مستشفيات مراكز صحية عديد من المتغيرات، بس المهم ان انا الاقي الداتا اللي حطها في سنة الاساس والاقي الاسامشنز اللي البوليسي ميكرز عايزه بيزد على امكانياته وعلى رؤيته المستقبلية عشان اطلع تقديرات جيدة. انا اجتهدت هنا في الحقيقة علشان احط لو حسنت الخدمة لو قللت عدد الافراد لكل طبيب من 1244 النهاردة ل 800 ده هيترتب على ايه. فدي كلها الاجتهادات والسيناريوهات اللي لازم الناس وهي قاعدة بتخطط تفكر فيها.
انا امكانياتي ايه، احتياجاتي ايه، هقدر احقق ايه، هقدر فعلا اخفض عدد الافراد لكل طبيب في سنه 2030 و2050 لهذا الرقم ولا لا. كل دي اجتهادات لازم ناخدها في اعتبارنا اثناء التخطيط.